الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه. أصحاب الفضيلة والسعادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، أشكر الأخوة على دعوتهم لنا للمشاركة في هذا الجمع الطيب، وعلى إتاحة هذه الفرصة للالتقاء بكم في هذا المؤتمر الرسالة الإلهية لنجاة البشرية، دين الله لسلامة البشر، بولاية كيرلا، والذي تنظمه جمعية الحكمة الإسلامية بكيرلا، بمشاركة العلماء والوجهاء والمثقفين. ونسأله جل في علاه أن يحقق هذا المؤتمر أهدافه السامية في إبراز جوانبه المباركة وفق تطلعات المنظمين والمنسقين من المحاضرات والكلمات النافعة. يقول ربكم جل في علاه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فيه مسائل ومنه فوائد. الله جل وعلا من وراء هذا الدين العظيم يحفظه ويحميه ويؤيد أصحابه العاملين به. وفي هذا أيها الإخوة تطمين لأهل الإسلام، وبخاصة في زمن الغربة التي اشتدت فيها الفتن ويعلو فيها الفساد. الرسالة الإلهية التي بعث الله بها نبينا عليه الصلاة والسلام، أحدها العلم النافع، والآخر دين الحق، وهو الأعمال الصالحة الصحيحة النافعة في الدنيا والآخرة. الحضور الكرام، إن موضوع المؤتمر أيها الإخوة حمل في طياته عنواناً عظيماً: أحوج ما يكون الناس إليه حين يعود المسلمون إلى منهج النبوة وإلى منهج سلف هذه الأمة، ويكون الناس في بر الأمان بعيدين كل البعد عن كل ما يحيرهم في التمسك بالدين. وكل دعوة مهما بلغ رصيدها البشري في دنيا الناس ثقلا أو زخما إعلاميا انتشارا، فإنها أيها الإخوة بعيدة كل البعد عن تلك الرسالة الإلهية ما لم تكن مؤسسة على العلم النافع والعمل الصالح. إن الرسالة الإلهية أيها الحضور تحقق نجاة البشرية، تحقق نجاة البشرية وسلامتها، لأنها تدعو إلى الوسطية، وتدعو إلى التسامح، وتدعو إلى التعايش. والعالم اليوم أحوج ما يكون إلى مجتمع مثالي يشمل جميع الشعوب والطوائف ليعيشوا فيه في أمن وهدوء ورفاهية وازدهار. وهذا المجتمع المثالي لا يتحقق أيها الإخوة الحضور إلا بالوسطية والاعتدال، ولا تستقيم حياة الناس إلا بالوسطية، والله جعلكم أمة وسطا. إن الوسطية أيها الإخوة
هي أخذ الدين كله دون تفريط، دون تفريط أو إفراط، ودون غلو أو ودون غلو، وعلى ما يخالف الشهوات والشبهات. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ويقول الله جل في علاه في بيان الدين وعدم نقصانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن أخذ الدين أيها الحضور والعمل به والدعوة إليه كل ذلك له أصول معلومة وقواعد ثابتة وضوابط دقيقة، والوسطية هي أخذ الدين والعمل به والدعوة إليه وفق تلك الأصول والقواعد والضوابط. فمن ألغى شيئاً من ذلك أو استبدل غير ذلك فقد جانب الوسطية وتطرف إلى غلو أو جفاء. الحضور الكرام، وأعظم نجاة البشرية في توحيد رب البرية، لأن التوحيد أيها الحضور شرط في قبول أعمالكم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. التوحيد أيها الحضور أول ما يسأل عنه العبد في قبره، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل ما يشاء. وهذه الآية نصها في عذاب القبر بصريح الأحاديث باتفاق أئمة التفسير من الصحابة والتابعين، وأن المراد بالتثبيت هو عند السؤال في القبر. والقول الثابت أيها المؤمنون هو التوحيد، هو التوحيد. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ التوحيد أيها الحضور شرط في دخول الجنة والنجاة من النار. التوحيد شرط في دخول الجنة والنجاة من النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. ويقول نبيكم عليه الصلاة والسلام: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه، الذي لا يقبل الله عملا إلا به، ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه. فاعلموا أنه لا صلاح للبشرية ولا للعباد، ولا فلاح ولا نجاح ولا حياة طيبة ولا سعادة في الدارين ولا نجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلا بمعرفة الأصل الأول، ألا وهو التوحيد، وهو الأمر الذي خلقكم الله له وأخذ عليكم الميثاق
وأرسل الرسل وأنزل الكتب، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف، وفيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسب ذلك تقسم الأنوار. ومن لم يجعل الله له نور، ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. وذلك الأمر هو معرفة الله بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فيا من منّ الله عليك بمعرفة التوحيد، أشكر ربك ومولاك بما منّ عليك به واصطفاك، وأدِّ حقها بنسبة الفضل لأهل الفضل. فلولاه جل في علاه ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. ثم حافظ عليها بإخلاص القول والعمل في السر والعلن، ثم الدعوة إلى التوحيد الخالص على منهاج النبوة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، والصبر على الأذى فيه، كما قال ورقة بن نوفل للنبي عليه الصلاة والسلام: لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. فاجعل من الصبر لك زادا أيها المسلم، فالطريق طويل والعقبة كؤود. واعلموا أنه من كمال التوحيد اجتماع أهل التوحيد وافتراقهم، فيه إفراح للشياطين. أسأل الله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم من دعاة التوحيد وأنصاره، وأن يحيينا ويميتنا على التوحيد يا رب العالمين. أيها الأخوة، المملكة العربية السعودية ممثلة بولاة أمرها وفقهم الله وسددهم، تسعى دائماً لخدمة الإسلام والمسلمين، وجعلت جل اهتمامها في خدمة الدعوة الإسلامية الصافية السمحة، ولها علاقات مباركة مميزة بما فيها مصالح للبلاد، وخاصة في دولة الهند، وفق منهجها المعتدل الذي رسمه ولاة أمرها منذ تأسيس الدولة السعودية، ووصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وتولاه. وكذلك ما تعمل عليه وزارة الشؤون الإسلامية وفق تطلعات قيادتها وتوجيهات وزيرها الموفق بإذن الله الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، بنشر قيم سماحة الإسلام المعتدل الوسطي ونبذ الإرهاب والغلو والتطرف، تحقيقا للرسالة السامية، الرسالة الإلهية لنجاة البشرية. أيها الأخوة، وأشكركم جميعاً على هذا الحب، وأدعوه جل في علاه أن يجمعنا وإياكم على الخير دائماً، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. كما أشكر القائمين على الجمعية، جمعية الحكمة، على تنظيم هذا اللقاء وعلى هذه الاستضافة، وما حظينا به من حفاوة وكرم ضيافة. شكراً لكم جميعاً، شكراً لكم جميعاً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.